السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي، عن باقي الأندية المصرية. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نروح على طول للعناوين ومنها إلى التفاصيل. الأهلي يخطف صفقة مدوية من بيراميدز، ورئيس لجنة الحكام يفجر مفاجأة بشأن تدخلات مرتضى منصور. الاهلي ينهي الجدل في ضم زيزو وفتوح، والزمالك واجراء جديد ضد كهرباء. عايز اقول كابتن حازم امام انه له تصريح ورجع يقوله تاني. يعني انا يا جماعه انا مش ممانع ان الزمالك يبقى يتقال عليه انه احسن فريق في مصر لو يستحق ده. يعني الزمالك لما يطلع حازم امام والكل يعلم مين هو حازم امام في كره القدم، ويقول ان الزمالك افضل من مازيمبي وافضل من انيمبا في الدوري السوبر الافريقي، دي يعني هبده. انا بعتبرها هبد فني، هبد فاخر من نوع الاخر، او هبد من الاخر من نوع الفاخر. الزمالك مين يا عم اللي زي اتيبي مازيمبي؟ هو الزمالك النهارده، هل الزمالك بمستواه النهارده يقدر يكسب الترجي التونسي؟ قولا واحدا لا. الزمالك النهارده يقدر يكسب انيمبا؟ قولا واحدا لا. انت بتتكلم في ايه؟ يكسبه في مصر، لكن يكسبه بره مصر ما يقدرش. يبقى النتيجه زيك زيه. فعلى اي اساس كابتن حازم امام شايف ان نادي الزمالك افضل من تيبي مازيمبي وافضل من انيمبا؟ خش اجيب لك الاثنين بتوع انبي، خش اجيب لك الانبوبتين الصغيرين اللي اتلسعهم الزمالك من نادي انبي في مباراه الدوري. اتمنى بس الناس ما تلعبش على مشاعر الجماهير وتشتغل الجماهير في الفاضي والمليان. عايز اقول كهربا واحد من اهم الصفقات اللي كسبها النادي الاهلي، صفقه ببلاش. تخيل انت لعيب بقيمه كهربا والارقام اللي هقولها لك عن كهربا دلوقتي. تخيل لاعب زي ده لو انت رايح تجيبه من بيراميدز، او رايح تجيبه من فيوتشر، او رايح تجيبه من الاتحاد السكندري، او رايح تجيبه من نادي عربي، هتجيبه بكام؟ هتجيبه بكام؟ وهتدفع له مرتب كام؟ تخيل الاهلي جاب كهربا ببلاش، وبعض البلهاء السفهاء السذج يقول لك الاهلي اتضحك عليه. اتضحك عليه في ايه يا ابني؟ يقول لك اصل كهربا هديه مننا وكهربا بوظ الفرقه. يا ريت اللعيبه، والله يا ريت لعيبة النادي الاهلي كلها كهرباء. يا ريت لعيبة النادي الاهلي في نفس السلكان بتاع كهرباء. كهرباء، واسالوا الناس جوه النادي الاهلي مين محافظ على الالفه والموده جوه اوضه اللبس في النادي الاهلي؟ كهرباء. مين اللي بيستقبل اللعيبه الجديده في النادي الاهلي وبيدخلهم في المود وبيدخلهم كاسره واحده؟ كهرباء. النهارده كهرباء يا جماعه شارك مع النادي الاهلي قاريا ب 19 هدف. لعب مع النادي الاهلي عمل 53 مساهمه تهديفيه مع النادي الاهلي، منهم 19 هدف على المستوى القاري. كهربا سجل في دوري الابطال بس 11 هدف. يا جماعه في ناس لعبت وخلصت كوره وشطبت كوره ولسه ما عملتش الرقم بتاع كهربا، وكانوا بيلعبوا في الزمالك وبيتقال عليهم نجوم ورموز واساطير. هل النهارده لو انا حطيت ارقام كهربا جنب ارقام احمد سيد زيزو هل هيكون في وجه للمقارنه؟ طبعا مقارنه ظالمه. مقارنه ظالمه لاحمد سيد زيزو، لان ما ينفعش اقارن واحد بحجم كهربا وانجازات كهربا وارقام كهربا مع زيزو اللي ملوش اي ارقام تذكر او تاثير ايجابي مع نادي الزمالك في البطولات القاريه. عشان كده نادي الزمالك موضوع كهربا هيفضل مأثر، موضوع كهربا هيفضل معلم، الجرح لسه واجع. ما تقلبش المواجع، جرح كهربا لسه واجع. فالاستاذ عمرو ادهم امبارح عضو مجلس اداره الزمالك الجديد قال لك اول حاجه هنفكر فيها في مجلس الاداره اللي جاي، اللي هو النهارده هيجتمعوا النهارده في مجلس اداره نادي الزمالك او بكره، كل يوم بيأجلوا الاجتماع. قال لك أول حاجة هنعملها هنفكر إزاي نعاقب كهربا، هنفكر إزاي ناخد إجراء جديد عشان نحجز على كهربا. طب يا جماعة ما تفكروا في نادي الزمالك،
على فكرة أنا مش عايز أكون مبالغ أو أصدم جمهور نادي الزمالك العظيم، لكن ده الواقع. ناس كانت معشمة ومأملة تأمل إن القايمة الموحدة لما تيجي بقى هاني بيرزي على هاني شكري على مش عارف أحمد سليمان على حسين لبيب على هيكبش دولارات من خزنته ويحط في نادي الزمالك. الناس كانت متوهمة كده. لا يا بيه، مفيش حد عبيط في الزمن ده. عزيزي الموهوم، أنت من ضيع في الأوهام عمره. زمن الناس المليارديرات اللي بتتبرع عشان خاطر النادي وولاد النادي ولاعيبة النادي ونجوم النادي واجيب صفقات للنادي فات وانتهى، فات وانتهى. إدارة الزمالك داخلة مفيش في إيديها حاجة تعملها غير إنها تاخد غرامة كهرباء. ما عندهمش سيولة يقدموها لنادي الزمالك لحد ما يحصلوا غرامة كهرباء، وأنا بقول لك مفيش فلوس من كهرباء. الناس اللي ضحكت على جمهور الزمالك وقال لك كهربا عايز يقسط واحنا مش عايزين نقسط، كهربا مش هيدفع حاجة. كهربا هيلعب له سنتين تلاتة، حط نفسك مكان كهربا. أنا قبل ما أحكم على أي حاجة يا جماعة بحط نفسي مكان الشخص. أنت مكان كهربا النهاردة. كهربا داخل على 30 سنة. يوم ما هتلعب في الملاعب هتلعب كام؟ سنتين؟ تلاتة؟ خليهم تلاتة يا سيدي. هل التلات سنين دول هيجيبوا لك 2.5 مليون دولار؟ هيجيبوا لك 100 مليون جنيه؟ لا. طب تعمل ايه؟ ماطل. اعمل طعن والطعن يجيب طعن ويتحكم عليك فترجع تعمل طعن والطعن يجيب طعن و لحد ما تبطل كوره، وال 100 مليون اللي انت كنت هتدفعهم للزمالك اعمل لك بيهم مشروع، هات بيهم تكاتك ومشيهم في البلد. افتح مطعم شاورما وسميها شاورما الزمالك. افتح مطعم مندي حضرموت الزمالك. افتح اي حاجة، افتح اي حاجة وحافظ على 100 مليون بتوعك. فادارة الزمالك يا جماعة واهمة، وجمهور الزمالك موهوم ان ممكن يحصلوا حاجة من كهرباء. ومناسبة الكهرباء على فكرة في مشكلة كبيرة جدا هتواجه النادي الاهلي النهاردة، ان كهرباء عنده مشكلة عضلية، مش اصابة ولكن بعض الالام، بعض الالام المتفاوتة اللي بتروح وتيجي، ساعة تروح وساعة تيجي. بعض الآلام في العضلة الضمة، وممكن الآلام دي تربك حسابات مارسيل كولر. كهربا ممكن يدوس على نفسه، ممكن ياخد حقنة، ممكن ياخد مسكنات عشان يلعب، لكن وارد جدا مع أي سبرنت هيلعبه الأهلي على كهربا وارد جدا الآلام دي تتحول لشد أو لا قدر الله تمزق. عشان كده القرار عند مارسيل كولر، هل يبدأ بكهربا ويجازف بيه؟ وفي نفس الوقت كهربا لو جت هجمة مرتدة أنت بتلعب عليها، ما أنتش ضامن هل كهربا يقدر يكملها ولا لأ؟ ولا تلعب بتاو تاو بيرسي تاو كمهاجم وتحط حسين الشحات في اليمين و رضا سليم في الشمال. هنشوف مارسيل كولر هيعمل إيه بالنسبة للنادي الأهلي. عايز أقول حاجة مهمة جدا، كابتن وجيه احمد طالع يعيش في دور البطل المناضل، في دور المكافح المجاهد. كابتن وجيه احمد اللي له فيديو مسرب او مكالمه مسربه على اليوتيوب ما بينه وما بين احد المسؤولين في اتحاد الكوره بيتكلموا مع بعض، المسؤول التاني ثروت بيه، بيقول وجيه احمد وهو رئيس في لجنه الحكام او مسؤول في لجنه الحكام وقتها، أهم حاجة شوف لنا حكم على مزاج المستشار، ده فيما معنى الكلام، على كيف المستشار، وعايزين الراجل يكون مرضي وعايزين طاقم تحكيم يرضي الراجل. امبارح وجيه أحمد طالع يعيش دور المناضل. يعني أنا لو ما كنتش سمعتها بوداني المكالمة دي المسربة والمنسوبة لوجيه أحمد لا أستطيع أن أؤكد بنسبة 100% إنها بتاعته، لكن ما طلعش نفع يعني. وجيه أحمد قال لك رئيس الزمالك الأسبق كان بيحاول يتحكم في الحكام، خلي بالكم ده للتاريخ. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. جمهور الزمالك يتشدق دائما إن الزمالك مظلوم.
ان الزمالك لك الله يا زمالك، وان البطولات اللي بيكسبها الاهلي بيكسبها بالحكام. وجي احمد قال وهو رئيس لجنه الحكام سابقا، قال لك كان بيحاول دايما يتحكم في الحكم، هو اللي بيختار الحكام للزمالك، هو اللي كان بيختار الحكام اللي بيدير ماتشات نادي الزمالك. وخلال فتره رئاسه اللجنه جالي 3 خطابات من نادي الزمالك بتطلب عدم تولي كل من جهاد جريشه، محمود البنا، ابراهيم نور الدين. تم تعيين محمود البنا لمباراه الزمالك وطلائع الجيش، واللي خسرها الفريق 3-1. مرتضى طلع وجه انتقادات عنيفه ليا واتهامات لا حصر لها وتجاوزات كبيره وقضيته في المحاكم لكن لم يحدث وقضيته في المحاكم لكن لم يحدث اي شيء. طب بالنسبه للتسريبه كابتن وجيه، انا مش هقول لك انت اللي عامل، بس اطلع قول لنا التسريب ده الصوت بتاع مين؟ ده بقاله 6-7 سنين. فاكرين لما عصام عبد الفتاح من سنتين لما الزمالك كسب دوري الاحتواء، فاكرين المستشار طلع قال ايه؟ قال لك هتقول ان عصام عبد الفتاح شخصيه محترمه، الراجل بفضل اتكلم معاه بالساعات، بفضل اتكلم معاه طول الليل انا والنجوم وهواك، بنتكلم ونناقش احوال التحكيم. وسالنا سؤال وقتها، بأي عقل وأي منطق رئيس نادي الزمالك يفضل مسهر رئيس لجنة الحكام؟ ولما نيجي نشوف نلاقي الأخطاء بتاعت الحكام ضد الأهلي ولصالح نادي الزمالك، كانوا بيتناقشوا في كده ولا كانوا بيتناقشوا في إيه؟ سؤال واضح وصريح. عرفتوا يا أهلاوية ليه الزمالك مشى كلاتنبرج؟ عشان الراجل ما بيعرفش يتكلم في التليفون. نص بوكو أراب، ما بيعرفش يتكلم عربي، ما بيعرفش يسهر طول الليل أنا والنجوم وهواك. لكن عصام كان سهير، كان سهير درجة أولى. عصام عبد الفتاح يسهر، وبالمناسبة عصام عبد الفتاح ما نفاش الكلام اللي قاله رئيس الزمالك وقتها. تعال نروح لصفقة الأهلي اللي بيخطفها من بيراميدز ومحاولات نادي بيراميدز. نادي الاهلي بيحاول ضم عمر كمال عبد الواحد بامر وفرمان وقرار من المدير الفني مارسيل كولر. عمر كمال عبد الواحد عنده مجموعه من العروض العربيه، عنده عرضين، عرض من السعوديه وعرض من الامارات، لكن الاثنين عايزين ياخدوه بنهايه الموسم مش في يناير زي النادي الاهلي. الاهلي عايز ياخده في يناير، الاهلي يدفع قرشين لفيوتشر ويخلصوا، لكن العرضين عايزين ياخدوا الولد فري او مجانا. فيوتشر ما عندوش مانع انه يبيع اللاعب للنادي اللي يختاره الولد، بشرط ان يتم دفع مبلغ محترم، والولد رفض تجديد عقده مع فيوتشر، ولكن في نفس الوقت مش عايز يمشي مجانا وعايز نادي فيوتشر يستفيد من بيع الست شهور المتبقيه. نادي الاهلي كابتن محمود الخطيب مع وصوله هيكون في جلسه بعد وصول الخطيب من الامارات مع كابتن كمال عبد الواحد والد اللاعب للتفاوض حوالين انضمام اللاعب بعد دخول الزمالك وبيراميدز في مفاوضات مباشره مع عمر كمال. ووصل الامر ان مسؤولين زملكاويه كتبوا شيك للاعب ولكن اللاعب رفض واكد ان رغبته الاولى هي الانضمام للنادي الاهلي. ده كلام صفقه عمر كمال عبد الواحد. تعال نروح للمهندس عدل القيعي اللي اتسال سؤال. يا باشمهندس، هل ممكن يوم من الايام ات وان داي ممكن الاهلي نلاقيه بيضم احمد فتوح وزيزو؟ كان رد المهندس عدل القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي واضح وصريح. قال لك مش فتوح وزيزو بس، لا، إبراهيم عادل وأسامة جلال، أي لاعب. قال لك أي لاعب النادي الأهلي محتاج له واللاعب ده عقده بينتهي بدون أن نخترق القوانين أو ننتهك القوانين أو تحريض للاعب ضد ناديه، عادي جدا، حقنا نخش نتفاوض مع اللاعب في الفترة القانونية بتاعت العقد بتاعه، أو إن احنا نخش من باب البيت ونخبط على النادي لو العقد لسه مكمل مع النادي بتاعه ونتفاوض مع النادي، ليه لأ؟
ليه لا؟ الاهلي لو محتاج زيزو وعقد زيزو بينتهي مع الزمالك، ليه ما جددش او اتعاقد مع زيزو او فتوح؟ خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليك.